السلام عليكم الشباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هو الفيديو ده بصراحة مش للشباب، الفيديو ده للبنات بس. لو انت شاب وبتتفرج وليك اختك بتتمرن او مراتك بتتمرن او والدتك وعايز تحافظ على صحتها وبتتمرن، اتفرج على الفيديو ده. السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل اتفرج على الفيديو يعني الفيديو هيفيدك بصراحة، فيعني اعملي معايا واجب ودوسي لايك واعملي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد وكل قديم. تستكفاش، ما تقولش كفايه، ما تقولش خلاص. في جاي احسن من اللي فات واحسن من اللي انت عايشه دلوقتي. في بداية القرن العشرين بدأت الناس تقتحم مجال الفيتنس، وبقى في جيمات كتيرة في أماكن كتيرة، والهدف منها إن هم يعملوا شوية عضلات وينزلوا شوية دهون ويشدوا شوية ترهلات. وكان كل اللي بينزل الجيم هم الرجالة علشان هم مفتريين وعايزين يعملوا عضلات. الكلام ده مش صحيح، هم نزلوا عشان يحسنوا من نفسهم ويخلوا شكل جسمهم حلو. ومن بعد 2010 تقريبا او في منتصف 2015 بدا يبقى فيه زحف من البنات على الجيم علشان يعملوا فورمه بقى بس للاسف الشديد في بعض البنات ده لو ما كانش كل البنات، واللي انا مستغرب له ان في تقريبا اكتر من 60% من المدربات اتفقوا على حاجه واحده، ان الحديد هيعمل لك عضلات. عايز اقول لك اتنيلي كانت الرجاله عملت عضلات، يعني الرجاله بتنزل سنين طويله ظهر من الزمن عشان تعمل عضلات وما بتعملش عضلات. حضرتك مش هينفع تعملي عضلات. باختصار شديد ان في هرمون اسمه هرمون التستوستيرون، وهو هرمون الذكوره المسؤول عن بناء العضلات عند الراجل. الهرمون ده موجود عند الراجل بنسبه كبيره، والمقابل بتاعه هرمون الاستروجين اللي هو الهرمون الانثوي اللي موجود عند الراجل بنسبه صغيره. نيجي بقى للبنات، فهم العكس تماما، يعني يبقى عندهم هرمون الاستروجين هو الموجود بكميه كبيره، وهرمون التستوستيرون اللي هو موجود بكميه صغيره. فالمعادله كده مش متكافئه. الراجل بينزل عنده هرمون تستوستيرون فبيتمرن فبيطلع له عضلات، البنت بتنزل عندها هرمون تستوستيرون ده قليل جدا فبتنزل تتمرن علشان يبقى شكل الشيب بتاعها حلو وعشان كمان تحافظ على صحتها، سواء كانت بنت صغيره او لو كانت انيسه كبيره، وكمان لو كانت في سن امي وامي. كل الحكايه لما تنزلي الجيم، اول حاجه لما تيجي تنزلي الجيم ان انت لو رفيعه وعايزه تزيدي وزن وعايزه يبقى جسمك حلو، فهيعمل لك شيب كويس، مجموعه عضلات صغيره كده تخلي شكل الجسم بتاعك حلو. ولو انت عايزه تخسي مع نظام غذائي وكارديو وتمارين مقاومه اللي هي تمارين الحديد، هتلاقي نفسك بتخسي، مش هيحصل لك اي ترهلات، هتلاقي جسمك مشدود وشكله كويس. بس مش معنى كده انك تقرفينا بقى على الانستجرام وكل شويه تنزلي صوره وتعملي معرفش ايه وتعملي ايه، لان احنا اصلا ما يهمناش النتيجه اللي انت وصلت لها. انت النتيجه دي بتوصليها لنفسك ولجوزك. الاقي واحده هنا طالعه في النص كده ملهاش اي لازمه، تيجي تقول ايه؟ طب ما احنا بنشوف بنات كتيره عندها عضلات كتيره بتنزل بطولات. لا، حضرتك دول بياخدوا هرمون التستوستيرون اللي انا اتكلمت عليه في بدايه الفيديو، اللي هو اصلا المصيبه اللي هو اصلا بيعمل عضلات للرجاله. فهم بقى بياخدوا الهرمون ده فبيحصل لهم الخصائص الذكوريه زي تخن الصوت، بالاضافه ان ملامحهم بتبقى ذكوريه اكتر، ممكن مع الاستمرار لسنوات بيتحولوا للرجاله فعلا. انا عايز اقول لك انزلي اتمرني وما تسمعيش كابتن سلوى اللي في الجيم اللي بتقول لك لو لعبتي حديد هيطلع لك عضلات، علشان استحاله يطلع لك عضلات، استحاله يطلع لك عضلات، استحاله يطلع لك عضلات الا لو خدتي هرمونات ذكوره لفترات طويله جدا. وطبعا انت مش محتاجه لكل ده. انك تنزلي جيم وانك تغيري حياتك وتغيري من نفسك ويبقى عندك ثقه بنفسك، ده مش معناه انك تلبسي ليجن ضيق جدا وانك تتمنظري وتقعدي كل شويه تتصوري، عشان بيبقى شكلكم بايخ قوي بصراحه. انت بتعملي ده لنفسك ولصحتك، ما بتعمليهوش لحد. ودي نصيحه من اخ لاخواتك. عجبك الفيديو لايك وشير، وما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس. وكمان لو عندك مثلا قولي لاخوكي، قولي لابوكي، قولي لجوزك ان في حد اسمه رامي عادل بيعمل فيديوهات، وفرجيه علشان يهتم بصحته هو كمان. كان معاكم رامي عادل، سلام عليكم.